بيروت لرصد مزيد من المستجدات على هذه الساحة أحمد سنجاب. أحمد، كيف ينظر لبنان للتقارير التي تتحدث عن إشعال الجبهة مع إسرائيل، انطلاقاً طبعاً من تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة من خطر حدوث ذلك، وبأنه يعني اليوم شهد ربما تصعيد غير مسبوق؟ نعم، تحياتي لك في البداية جمانة. بالفعل الجنوبية اللبنانية شهدت خلال الساعات الماضية تصعيد غير مسبوق، وخصوصا بعد التهديدات الإسرائيلية بشن حرب موسعة على لبنان. ولكن لبنان على المستوى الرسمي ربما قبل هذه التهديدات باتصالات دولية من أجل احتواء هذا التوتر والضغط على إسرائيل لإثنائها عن شن حرب موسعة على لبنان، بينما على مستوى المقاومة فكان الرد بمزيد من العمليات النوعية، وخصوصا استخدام سلاح لأول مرة في الجبهة الجنوبية اللبنانية بالأمس، وهو صواريخ أرض جو التي أطلقت على الطائرات المقاتلات الحربية الإسرائيلية مباشرة التي كانت في أجواء الجنوب اللبناني، مما دفع الطائرات الحربية إلى العودة مرة أخرى إلى مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي ربما هو إنذار من قبل حزب الله بأن لديه المزيد من الأسلحة في حال قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي خوض حرب أو توزيع المواجهات مع حزب الله تحديدا في على مستوى الأراضي اللبنانية. حزب الله أعلن موقفه من الحرب وتوزيع الحرب قبل أيام، حينما قال على لسان نائب الأمين العام لحزب الله وقال أنه لا يريد الحرب المفتوحة مع إسرائيل، كل ما يريده حزب الله هو وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأيضا وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية. لبنان رصد أكثر من 35 ألف انتهاك للسيادة اللبنانية برا وجوا وبحرا منذ صدور القرار الأممي 1701 وحتى اليوم، وبالتالي الأمور جميعها تسير. الترقب وسيد الموقف في الدولة اللبنانية لما قد تسفر عليه الأمور. لبنان سيكون رد فعل ولن يكون مبادرا فيما يتعلق بالحرب الشاملة والموسعة.